تحية طيبة مشاهدينا الكرام. هل يسعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى اختراق وعي الشارع الإسرائيلي وإقناعه بأنه شخص كيوت وحبوب؟ يدنا ممدودة وستبقى ممدودة. أم أن حكمة القيادة تتمثل في الإنزال الاستراتيجي خلف خطوط العدو وإثبات هزيمة نتنياهو أخلاقياً في معركة قبلات السلام؟ بصراحة نتنياهو هو رئيس وزراء إسرائيل، أنا أريد أن نعمل معه سلام. هل أبو مازن يحلم بالهجرة إلى الكيان الإسرائيلي ويمهد لطلب لجوء سياسي كما سرب أحد معارضي أوسلو؟ هذا كلام هراء. هل ينتوي عباس إلى الترشح لرئاسة الكيان الإسرائيلي وفلسطين ويعيش الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني في سعادة وهناء؟ أين الخطأ في هذا؟ هذه بداية التعايش، هذه بداية التعايش الحقيقي. هل يخطط لقضاء فترة ما بعد نهاية الخدمة لا قدر الله في إحدى ضواحي تل أبيب ويحتسي الجعة مع كبار المثقفين الإسرائيليين ويذهب إلى الكنيس ليتلقى الغفران من الحاخام الأعظم؟ إن الله يملحك الصحة والعافية وطولة العمر من أجل تحقيق السلام لنا ولكم. لكن في المقابل، أليس الفن لا يعترف بالحدود والجغرافيا؟ كل يوم أستمع إلى أغاني مطربين إسرائيليين، كل يوم، من موشيل ياهو إلى غيره. ألسنا جميعا نعرف موشيل ياهو؟ أظن كلكم تعرفوا موشيل ياهو. أليس موشيل ياهو صاحب صوت جميل يضاهي عبد الحليم وعبد الوهاب ويجب أن ندندن له؟ يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل. نبدأ النقاش بس يصير الحشيش ببلاش. المعزون جميعا، بأسن كبير وبحسرة لا يمكن تصورها يأتي هذا الوفد. شو؟ رايحين يعزف ضابط إسرائيلي وكان في طيارة وانكتل؟ وليس أدل على ذلك زيارة ممثلين عن رئيس السلطة لقرية جولس في الجليل لتقديم العزاء لعائلة الجنرال الصهيوني منير عمار والذي قتل بتحطم طائرته الخاصة. أما كبير المحللين الفلسطينيين الصحفي المخضرم الكبير ناصر اللحام اللي بيقول إنه زيارة الوفد الفلسطيني لتقديم العزاء في مقتل ضابط إسرائيلي أثار آراء خلافية. أنا بس نفسي أفهم أخت خلافية هذه، أنا بس بدي أفهم مين غير السلطة وجماعة التنسيق المقدس والسحيدة مقتنعين بهذه الزيارات والعلاقات؟ تفضل، شو بيقول اللحام؟ الأخ محمد المدني أبو يافع الذي ترأس وفد التعزية رجل وطني مجرب ولا يكترث بالرأي العام كثيرا، وليس من ذلك النوع من القادة الذين يبحثون عن لايكات على الفيسبوك. يعني الرأي العام الفلسطيني والموقف الشعبي صار لايكات، وكل واحد بيعمل لي مصيبة بتيجي بتقول لي شخصية وطنية ولا يكترث؟ يا أخي احترنا، وقت ما بدك بتشبع الناس حكي، ووقت ما بدك بتطلع لي الشعب لايكات. في حفل افتتاح قناة أم بي سي مصر في العام 2012، شفنا الست أم كلثوم بتغني على المسرح في حفل الافتتاح من خلال تقنية هولوجرام. مجلس أنت بي فتنة تمت. بس في منظمة إجرامية تقريبا قررت أنها تنقل هذه التقنية للتلفزيون، فشفنا مذيعة النهار شاردة من غوريلا في الاستوديو. هذه التقنية جاتكم عشان تحطوا لنا غوريلا في الاستوديو، طب ما بكفينا الغوريلات اللي طول الوقت بنشوفها مع التلفزيونات، ارحمونا. ايه يا حبيبتي، في ايه يا ماما؟ ايه دي خلاصي؟ بس يا ماما، بس يا حبيبتي بس. طبعا التقنية هاي بتستخدمها القنوات الفهمانة في سياق انها تشرح للجمهور، توضح للجمهور، تفهم الجمهور. هكذا إذن استمر الجيش الأحمر بالتقدم محققا الانتصار تلو الآخر. بس انه تدخل لي غوريلا على جوا الاستوديو عشان تقف المذيعة تقول لها لا بقى، إذا أنت كنت غوريلا فأنا داليا؟ لا والله العظيم إني أنا شايف غوريلتين. لا بقولك إيه، بقولك إيه، إذا كنت أنت غوريلا فأنا داليا.
وإحنا مش لازم ننسى طبعاً الفضل الذي يعود إلى افتتاح حديقة الحيوانات على التلفزيونات من خلال الأسد اللي دخلوه فضائية الفراعين. يخرج هذا الأسد على الهواء معانا ونقول ده شعب مصر. بس في النهاية ما بنقول غير شغلة واحدة، الله يعين الشعب المصري على هيك تلفزيونات. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتستنونا في الحلقة الجاية، لأنه الله أعلم إننا نقدر نكمل آخر هالموسم ولا ما نكمله من وراء اللي مقضينا عليه. لا أقسم بالله خرقوني علي الحلال، خرقوني. السلام عليكم.